ننتقل بالرادار إلى الكويت، وهذا الحراك الذي يقوم به وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الذي أكد من هناك أهمية التعاون وتعزيز العلاقات مع الكويت. وفي لقاء مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أضاف العمامرة بأن الكويت والجزائر تعملان من أجل إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر هذا العام. ناقشنا قسم كبير من التحليل والتعميق العمل المشترك من أجل إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله، وتطابق وجهات النظر بين الجزائر والكويت كلي، والتزمنا بالعمل الدؤوب المشترك من أجل جمع كل شروط النجاح. من جانبه، شدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على أهمية دعم الجزائر لإنجاح القمة العربية القادمة، مشيرا إلى أن الكويت سوف تكون أول المشاركين في القمة وآخر المغادرين. وأختم بالذي يعني أوجه وأمر فيه سيدي سمو الأمير من ضرورة إلى كل الأهمية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وسيدي سمو الأمير أمر بدعم الجزائر في القمة القادمة، وجددت اليوم خلال لقاء سيدي سمو نائب الأمير بأن الكويت في قمة الجزائر سوف تكون أول المشاركين وآخر المغادرين. ينضم إلينا من الكويت مراسلنا سعد العنزي، والمزيد عن هذا الدعم الكويتي لعقد القمة العربية في الجزائر. تفضل سعد. نعم، الكويت يعني معروف عنها أن السياسة الخارجية الكويتية دائما تسعى لإصلاح ذات البين، تسعى للتوافق العربي العربي. كان في الأمس هناك اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، وكان الهدف منه هو يعني إيجاد رؤى موحدة أو رؤى أو حلول يعني موحدة للقضايا العربية. اليوم الكويت أيضا أكدت مرة أخرى على أهمية العمل العربي المشترك وعلى يعني عملها من أجل إنجاح القمة العربية القادمة، وهذا طبعا ما يحاول أو تحاول أن تقوم به الجزائر. الجزائر وزير الجزائر تحدث عن أن هناك جهود جزائرية بدأت بالفعل للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإيجاد وحدة بين الفلسطينيين لكي يكون من يمثلهم في هذه القمة هو يمثل جميع الفلسطينيين، ولتقوية الموقف العربي في حال اتخاذ أي قرارات عربية بشأن القضية الفلسطينية لكي يكون من يتحدث باسم الفلسطينيين ويتحدث باسم جميع الفلسطينيين. إذن هناك اتفاق بين الجزائر والكويت على إنجاح القمة العربية والعمل العربي المشترك، وأيضا تطوير آليات الجامعة العربية من خلال تطوير الهياكل، وأيضا توضيح الرؤى لمستقبل هذه، مستقبل الجامعة ومستقبل العالم العربي في ظل التحديات الكبيرة المتسارعة تواجه العالم والعالم العربي بشكل أساسي. شكرا سعد العنزي في الكويت.